فبالمفهوم الغربي، في المفهوم الغربي والدراسات الغربية الفلسفية سواء في الجامعات أو الفلاسفة السياسيين أو الفلاسفة الدينيين، إذا قالوا السلفية فإنهم لا يعنون بها ما نفهمه نحن بالسلفية. فهمون السلفية يعني الذين يقولون إننا نرجع إلى أصول السلف في الاحتجاج، أصول الأئمة الأربعة في الاحتجاج في مصادر التشريع، وهي القرآن والسنة والإجماع والقياس، أقوال الصحابة، القواعد الكلية والمقاصد العامة إلى آخر ذلك. عدم إدخال العقل في هذه المدرسة هو جعلهم ينظرون إلى أنها السلفية. فأشد المدارس عداوة للحداثة عندهم هي السلفية بالمفهوم العام لها. لكن إذا أردنا أن نأخذ صورة أخرى، فإن المدارس الأخرى التي تنفصل عن المدرسة، تنفصل عن مدرسة تعظيم مصادر التشريع إلى نقد مصادر التشريع، هذه يحبذونها ويطلق عليها مدارس مختلفة بأسماء مختلفة، يعني بحسب المصطلحات الموجودة.